تنظيم مثل هذه السباقات يعتبر اختبارا للقدرات البدنية ودرجة التحمل لأفراد وحداتنا العسكرية ومعرفة الاستعداد الجسماني الذي وصل إليه الفرد العسكري، كما تهدف أيضا إلى زرع روح التنافس والتحدي وتقوية الرغبة في تحقيق الفوز والنصر في نفوس الأفراد في جميع الأحوال والظروف. باسم السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الرابعة عن إشارة انطلاق هذا السباق. كتيبة.